مساء الخير عليكم كلكم. ان شاء الله النهارده كده عن طريق قناه الصحه والجمال هنعمل لكم كده منيو بسيط وجميل وحاجه كلها سهله. هنخش شويه في الاسم السي فود زي الجمبري، وهنخش شويه في الفراخ، وهنخش شويه في النودلز، فان شاء الله تنيل اعجابكم باذن الله. النهارده حلقه تبقى جميله باذن الله. اول حاجه هنبتدي بيها النهارده هنبتدي بالطاجن الجمبري. انا بعمله، هنبتدي اول بالبطاطس، بنقطعها حلقات زي كده. هو طاجن الجمبري ليه كذا طريقه، بس احنا بنختار الطريقه الايه اللي انا اعملها ديت، تعتبر بالنسبه لنا الطريقه الاسهل في كل حته في البيت، في اي حته انت هتشتغل عليها. بقطع ديت كده وباخد فلفل الوان، سبايس بقى او مش سبايسي حسب ايه اللي هيشتغل عليه او حسب ما انتوا عاوزين، بس انا مش هعمل سبايسي النهارده. بقطع فلفل ده عباره عن حلقات، ده كده الطاجن بتاعنا. بمسك الحاجات دي كلها بتبلها، انشاء جمبري بتبل ده كله طبعا مع بعضه. الو، بديله فلفل وبديله ملح، في بقى حاجه كده عندنا في الشغل الصيني حاجه اسمها ايه، طشجة. الطشجة دي عبارة عن زي مرقة الدجاج بالظبط، بس دي بتبقى ايه حاجة تانية، مرقة ملح. هي دي مرقة كده لحمة، في منها لحمة وفي منها ايه سمك في الشغل اللي هو الآسيوي، اللي هي عبارة عن دي. هي بتدي نكهة للأكل عالية جدا جدا جدا، يعني أحسن 100 مرة من المرقة التانية بصراحة ربنا، في التست بتاعها وفي الطعم وفي كل حاجة. أنا بعملها كلها ني في ني، بس بعمل حاجة كده ممكن تكون ايه جديدة، بس انا عملتها جربتها عندي في الشغل معايا وعجبتني جدا. يعني هي عباره عن بجيب قشر الجمبري وباخده كله اغليه في الميه، وبحط له جزر وكرفس وكده، وابتدي اشتغل عليه ان هي شوربه ان انا بشتغل بيها الشغل بتاعي دوت. هوريها لكم دلوقتي. دي كده سنه سمنه، دي كده كل حاجتنا. دي الشوربه اللي قلت لحضرتكوا عليها، دي انا بعملها من ميه الجمبري بس. هي ده كده، هي تبقى عباره عن قشر الجمبري الاول. بعد ما بقشر الجمبري اللي انا قشرته دوت، باخد القشر بتاعه، باخد القشر بتاعه واقوم ماسكه غليه كله في ميه سخنه، وبديله جزر وبديله كرفس وبديله بصل وفلفل. بقى عاوز سبايسي اديله فلفل شطه، مش عاوز سبايسي اديله فلفل رومي عادي، بس بتدي طعم الاكل. يعني يعتبر صوص جاهز بيدي طعم الاكل جميل جدا. ده اللي بيتعمل منه شوربه السفود والحاجات دي كلها، بتشتغل منه نفس النظام ده كده. ده كده معايا خلص هنا كده، احطه دلوقتي هنا على النار. في حاجه يا جماعه عايزين نتكلم عليها كده بالنسبه للمطبخ، طالما احنا كده بنعمل اكل في المطبخ والكلام دوت، اللي هي سرعه الاكل. سرعه الاكل اللي عندنا احنا، الاكل الشرقي عندنا بناخد وقت فيه، الاكل الغربي ما بناخدش وقت جامد فيه، وسهل وطريقته جميله جدا. في حاجات كتير قوي ممكن تنفع لست البيت، حاجات مش لازم ان هي تكون غربيه فتنفعش الشرقيين، بالعكس حاجات كتير قوي شرقي بتمشي معانا احنا في البيت جامد قوي، وتبقى سريعه وكل حاجه بتبقى فيها جميله جدا، والسرعه بتاعتها وطعمها حلو قوي. والتوابل، بالنسبه للتوابل اللي هي اللي بره، بالنسبه اللي انا قلت لكم عليه دلوقتي اللي هي الهنداشي، اللي هي مرق الدجاج يعتبر، بس دي لحمه بس. في حاجه تانية هي دي مرقه سمك بس، دي انا استعملتها مع الجمبري. في حاجات تانية زي الكاري زي الحاجات دي، والنهارده ان شاء الله يكون معانا تشيكن كاري برضك، هوريكم طريقته جميله قوي سهله. هنبتدي دلوقتي برضك نحضر في التشيكن كاري، في الايه، في الخضار بتاعه. احنا كده سايبين الطاجن بتاع الجمبري بس، الاول البطاطس تاخد غلوه هنا وتستوي معايا شويه، بعد كده ارص الجمبري عليها وادخلها فرن.
طبعا احنا النهارده مش معانا الشيف محمد، فان شاء الله الحلقه الجايه يكون معانا باذن الله. هو خضار الكاري، فراخ تشيكن كاري، كل ما يكون هو لازم يخش له فلفل الوان عشان شكل الطبق وعشان الطعم. والخضار اصلا في الخضار في الاكل والحاجات دي، بالنسبه للخضار بالذات بيبقى جميل جدا اكتر من اللحوم والحاجات دي، فايده للجسم وفايده لكل حاجه. دي كده خضار الشيكن كاري، خشله جزر، خشله فلفل الوان، خشله بصل. السبايسي بقى دوت حسب ايه، حسب كنت وانت عاوزين. ده كده بالنسبه للشيكن كاري، ده الخضار بتاعه. اطلع بعد كده فراخ، بس ده الخضار. في ناس بتسلق الفراخ الاول وفي ناس بتاخدها على طول، بس هي الاحسن ان هي تتاخد على طول في الطاسه بدل ما تتسلق. السلق بيضيع قيمه القيمه الغذائيه بتاعت الفراخ لما بتسلقه، اي حاجه بتتسلق بتضيع القيمه الغذائيه بتاعتها. دي كده معايا الفراخ، انا بقطعها بالقطعه دي نفس المنظر ده كده. هي كده كده بقطعها كبيره، بس هي هتلف معايا على النار ويبقى شكلها جميل بالتقطيع دي. التقطيع دي برضك لحاجة تاني اسمها تشيكن باربيكيو، بتقطع بنفس الطريقة دي برضو كده. والتشيكن نوت صور والتشيكن سويت صور، التشيكن سويت صور بتاخد بتتقلي، لكن نوت صور تاخد بنفس القطعة ديت. هي ودي ده كده الطاجن بتاعنا لسه اهوت. انتوا شايفين بس لسه مغليسش. استاذ محمد الو معانا؟ استاذ محمد الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ محمد، اخبار حضرتك ايه؟ منور يا شيف. الله يخليك يا استاذ محمد. ايه الحاجات دي الحلوه انت بتعملها دي؟ ده نورك يا استاذ محمد، ربنا يخليك. طاجن جمبري بالبطاطس حاجه جميله والله. الله يخليك يا استاذ محمد، اظن انت ذقته قبل كده. منور الشاشه. الله يخليك حبيبي يا شيف. الله يخليك يا استاذ محمد. استاذ محمد طبعا في الحياه الجديده وشهر الشرقيه كلهم طبعا منورنا حبيبي يا باشا. الله يخليك. سلام. شكرا لك يا محمد. انا كده ببتدي ايه، اقطع البصل ده عشان خاطر الفراخ برضو، عشان خاطر الفراخ. احنا ممكن نعمل الفراخ اللي احنا بنعملها ديت، بيطلع منها الفلاهات اللي هي الصغيره ديت. انا هستخدمها دلوقتي طبق معايا، يبقى برضك تبقى طريه وتبقى جميله جدا ليها في الصدور. فانا هستخدمها دلوقتي معايا في طبق تاني واوريها لكم، عشان كده راكنها على جنب. هنا كده بقطع برضك خضار بتاع النودلز، تشيكن نودلز دوت، بقطع كده خضار بتاعه دلوقتي. دي كده تشيكن نودلز، بس هعملها بالمكرونه اللي هي بتاعتنا احنا. انا هسلق المكرونه دلوقتي وانزل بيها في الميه، نديها الاول شويه ملح وسنه زيت في الميه بتاعتها.
الو الو، ايوه يا استاذ امل، ازيك يا شيف علي؟ عامل ايه؟ الحمد لله، زي حضرتك؟ منور الشاشه كلها والله. الله يخليك يا رب، ربنا يخليك. وايه الاكلات الجميله اللي بتعملها لنا كل مره دي؟ ربنا يخليك يا رب. من زي حضرتك؟ تسلم ايدك، الحمد لله والله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. ربنا يخليك يا زلمه، ودايما كده منور الشاشات على طول بامر الله. الله يخليك يا رب، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. ولو عايزينك بقى تعمل لنا لحوم المره الجايه ان شاء الله. حاضر بأمر الله، يعني تعمل لنا طرب، تعمل لنا الحاجات الحلوة التانية كده بإذن الله، ونشوف أكلاتك الجميلة دي إن شاء الله بإذن الله. تسلم يا شيخ. الله يخليك. تسلم. شكرا لصراحتك جدا. دلوقتي أنا بسلق المكرونة ديت، أنا حطيت الأول ملح وزيت عشان ما كانش حد متابعني، وده أكيد الناس كلها عارفاه، بس برضك إيه إحنا بنقوله معانا. ده الخضار بتاع إيه؟ التشيكن نودلز. بصوا يا جماعه، والاكل كله حاجه بسيطه جدا وسهل قوي 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 على فكره، ومقارب جدا من الاكل بتاعنا والتيست بتاع الاكل الشرقي اللي هو بتاعنا، بس هو ممكن تكون بطريقه تانية، يعني طريقه المكرونه بتاعتنا عادي السلق والكلام ده كله، بس من غير صلصه ومن غير الحاجات اللي احنا ايه بنشتغل عليها، وغير الزيوت الكتير عشان خاطر الكوليسترول والحاجات دي كلها، بس الحاجات دي كلها مفيدة جدا للجسم نفسه. يعني احنا معانا دلوقتي على الشاشة مقادير الخضار بتاعتنا كلها. ده كده البصل. الو استاذ هشام، ازي حضرتك؟ الله يخليك. الله يخليك. ازي حضرتك ايه؟ الله يخليك. ازيك؟ الله يخليك يا هشام، انت اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه وانت طيب. الله يخليك يا رب، ربنا يخليك. ايه الحاجات الجميله اللي بتقول لنا دي يا عم؟ الله يخليك يا استاذ هشام، ده جمالك. الله يخليك حبيبي، الله ينور عليك. ربنا يخليك يا رب. هو بالنسبه للفراخ دي يا شيخ علاء، ما ينفعش اي حاجه غير الصدور يعني ولا ايه؟ هي عشان الصدور اطرى حاجه، انت عشان بس تشتغل عليها سلايز فهي بتبقى اطرى حاجه، بس ممكن تحط لها عادي، ممكن تاخد الوراك بتاعت الفراخ وتشفيها وتشتغل عليها كده، بس تشيل عظم منها. شكرا يا هشام، ماشي. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني. طبعا ما بين الفاصل طبعا اللي حصل ان انا مسكت الجمبري، انا رصته هنا دلوقتي كده في الطاجن، بس لسه طبعا هياخد غلوه مع البطاطس وكله عشان ياخد التست بتاعها، بعد كده ابتدي ادخله الفرن. انا دلوقتي قطعت طبعا الخضار ده بتاع التشيكن، بتاع التشيكن نودلز، اوكي، وديت الخضار دوت مع الفراخ ديت مع التشيكن كاري. طبعا انا رصيت الجمبري بالمنظر ده كده فوق في الطاجن من فوق، وابتدي بيه البطاطس بتاعتي تستوي، هبتدي انا ادخل الجمبري ده فين؟ الفرن، بس لسه مش دلوقتي طبعا. كده بنبص طبعا على الايه المكرونه بتاعتنا. لسه فيها شويه. ده المنظر بتاع طاجن الجمبري كده بعد ما انا رصيته. الو استاذ محمد. عليك السلام. الله ينور يا باشا. عليك. بقول لك يا شيف علاء، كنت عايز اعرف طريقه عمل الاجنحه بالطريقه الصينيه. حاضر. من انهي نوع؟ اي طيب، انهي نوع؟ اللي هي السويت ساور ولا السيسوس فيها؟ لا ماشي، انا هشرح لك ليها كذا طريقه، هي عامه ليها كذا طريقه. عايزين اي طريقه. ماشي يا استاذ محمد، شكرا لاتصالك، وانا هقول لك دلوقتي. بالنسبه للاجنحه ديت، هي ليها ثلاث اربع طرق واكتر كمان. هي عباره عن، طبعا انا بجيب الاجنحه بمسكها اقطعها كل حاجه لوحدها، كل فص لوحده، وبمسكها غسيله غسله كويسه، وبعد ما اغسلها بقوم جاي عامل لها مرنية عبارة عن دقيق ونشا، وتخلي نسبة النشا أكتر من الدقيق مع البيض والملح والفلفل عشان خاطر تبقى إيه عبارة عن كريسبي، إن هي تديك لون الكريسبي معاك في الإيه في الفرايد. وبعد كده بمسكها ومنزلها في الزيت، اللي هي في الزيت، ومطلعها وش، وبعد كده بنزلها تاني عشان تديني الكريسبي بتاعها، وبقطع لها فلفل زي التقطيعة دي بالظبط، فلفل شطة وبصل أبيض والكلام ده كله بنفس الطريقة اللي بقطعها ديت، وأقوم واخدهم كلهم في طاسة كده بسنة زيت بشوحهم، ومديهم سن صويا صوص، واديهم سن سكر بسيط جدا، اعمل الصوص بتاعهم بيكون تقيل شويه، نسيبه لغايه لما يتقل، بعد كده اقوم نازل بيه بالفراخ في طاسه زي ديت، ومقلب كله مع بعضه، وبديها بصل اخضر مقطع
او مبشور صغير. دي الطريقه بتاعت التشيكن وينجز. انا كده بقطع البصل دوت والفلفل ده عشان اعمل لكم سلطه صيني سهله جدا وحلوه قوي يعني هتعجبكم. شيل شويه على البيض. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي امل، ازي حضرتك؟ شيف علاء؟ ايوه، منور الدنيا كلها يا شيف علاء. الله يخليكي. والله العظيم يعني عايزه اقول لك انت بتعمل لنا احلى الاكلات وبطريقه كويسه جدا، وكل اكله انت بتعملها احنا بنجربها بعديك، ما شاء الله عليك يعني، الله ينور عليك. شكرا جدا وربنا يخليكي. ربنا يخليك يا شيف علاء، ربنا يخليك. من ازدهار لازدهار يا رب، وربنا يوفقك يا رب. الله يخليك يا رب. ربنا يخليك. شكرا حضرتك. شكرا لاتصالك جدا. انا كده بقطع ديت السلطه اللي انا قلت لكم عليها، هي عباره عن فلفل شطه وفلفل رومي وبصل وخيار وجزر. دي السلطه بتاعتنا النهارده. كده ارفع دي من على النار، خلاص خلصت. دي كده خلصت خلاص، بطلعها واحطها في الطاسه لو انتوا شايفينها كده عشان الميه بس بتاعتها. انا عاوزها كده بالسخنيه بتاعتها دي، مش عاوز ابردها عشان انا محتاجها كده. حط الطاسه دي على النار دلوقتي. الو، الو، السلام عليكم. الذهاب. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ايوه، ازيك يا شيف علاء؟ الله يخليك. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه يا رب. بص انا حضرتك يعني معلش حاول تستحملني، يعني انا بمر بظروف سيئه جدا. انا كنت طباخ بلدي. الو، الو، الاتصال اتقطع معلش، يا ريت تحاول اتصال تاني. دي كده السلطه اللي انا بعملها. باجي هنا في الجزر دوت وبعمل له زي ديكوريشن كده بسيط. زي كده. عشان هيديني المنظر ده مش اكتر يعني، انا عاوزه كده عشان يديني المنظر دوت. مش اكتر من كده. انا كده الطاجن دوت كده هاخده زي ما هو كده بالمنظر بتاع ده، هدخله الفرن. هاجي بقى بطاسه ديت احطها هنا كده، هبتدي بقى ان انا اشتغل على المكرونه. انا بحط زيت كتير في الاكل عاده معايا، كل الاكل بتاعي بيبقى زيته قليل. انا بحب الزيت، هو اصلا مش صحي عامه يعني. دي حاجة في المكرونة. الو، 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 ايوه صفاتنا، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. الحمد لله. الو،
الو. ايوه معايا حضرتك، اتفضلي. ايه؟ شيف علاء. ايوه شيف علاء. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. انا مع حضرتك. اكلاتك اللي حضرتك بتقدمها لنا اكلات جميله وسريعه و... شكرا لحضرتك. يعني استفدت منها كتير. شكرا لحضرتك جدا. الله يخليك، منور الشاشه والله. بس كنت عايزه اقول لحضرتك تقدم لنا معجنات بيتزا وكده. ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله. ان شاء الله ماشي. شكرا يا شيخ. نعم. شكرا لحضرتك جدا، شكرا لاتصالك. وانا كده بشوح الفراخ هنا. على فكره المكرونه ديت ليها كذا طريقه، ممكن تتعمل بالجمبري، ممكن تتعمل بالتونه، ممكن تتعمل بالخضار بس، ممكن تتعمل بلحمه، يعني ليها كذا طريقه بس طريقه واحده. انا حاطط هنا فص توم صغير قوي اهوت، بس الناس واخده بالها منه. انا كده بنزل بالخضار بتاعي. دي كده اول طريقه بالنسبه للمكرونه زي ما انتم شايفينها كده. في ناس بقى بتحط لها شويه، في ناس بتحطلهاش، وفي ناس بتحط، يعني حسب ما انت عاوز. بس انا بفضل الصويا احسن في المكرونات اللي هي ديت، ان الصويا بتدي تيست وبتدي طعم احسن في كل الاكل يعني، بس كان فراخ بس كان مكرونات اي حاجه، بس مش كتير برضه، حاجه بسيطه جدا ان هي التيست بتاعها مش اكتر من كده. طبعا دي سنه ملح بسيطه جدا عشان الصويا صوص اللي احنا حاطينها، وبديها سنه سكر بس ما بتسكرش، هو السكر عشان خاطر يزود السعر الحراريه بتاعت الحاجه، فهو عشان كده انا بحط. ده الخضار بتاعي كده نسيبه شويه، هو كده كده بينزل ميته فانا ما بديلوش ميه خالص. ده كده الخضار بتاعنا اهوت. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. منور الشيش علي. الله يخليك، ازيك يا كابتن اميره؟ وبعدك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. احلى حاجه في حضرتك ان انت حضرتك بتعمل كذا اكل في وقت قياسي، والطريقة سهلة وجميلة. ربنا يخليك. وجربنا الطبخ اللي حضرتك عملته وكان تحفة. شكرا. شكرا. شكرا لحضرتك، شكرا لاتصال حضرتك. ده انا دلوقتي هبتدي اشتغل التشيكن كاري، اوكي؟ انا باخد الفراخ الاول زي ما انتم شايفينها كده. في بقى نوعين من الكاري نشتغل عليهم. في نوع ان احنا بنتبل متبل وجاهز، اللي هو النوع الصيني اللي انا شغال منه دلوقتي. وفي نوع بيجي اللي هو من عند العطار عندنا هنا، بس هو ايه معروش ملح اي حاجه، فانت بتديله التوابل بتاعته. فانا دوت مش هديله اي توابل من عندي خالص، ده الوجبه ده انا ايه هنزله على الحاجه اللي انا عاوزها ديت خلاص على كده، يكون متبل جاهز فيه ملح وفيه كل حاجه، والتست بتاعه اعلى 100,000 مره من اللي احنا بنجيبه من هنا. بصراحه هو موجود في مصر على فكره في كل حته يعني، بس هو حاجه كويسه قوي يعني. دي كده الفراخ اهي. الو استاذ صالح. السلام عليكم. استاذ صالح اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. شيف علاء منور الدنيا. الله يخليك يا رب، ده نورك. يعني دايما احنا بنبقى سعداء لما بنشوف حضرتك منور الفضائيات كده، وبنبقى سعداء اكتر لما بنتنقل من الشرقيه علشان ناكل من ايدك. ربنا يخليك يا رب استاذ صالح، الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيب. طبعا انا اول مداخله ليا معاك بعد العيد، بقول لحضرتك كل سنه وانت طيب. انت بتصحى السلامة. وطبعا وحشنا السي فود اللي بنسافر له بلاد علشان ناكله من ايدك. طبعا بنصح كل فريق الاعداد ما يسيبوش الشيف علاء
الا ما يدوقوا السي فود من ايده. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا استاذ. وتبقى دايما منور كده ودايما في تقدم. وطبعا احنا قاعدين بنتابعك بشغف، بنتابع اكلاتك اللي بنيجي ناكلها عندك. ان شاء الله بامر الله من توفيق لتوفيق ومن نجاح لنجاح يا شيف علاء. ربنا يخليك يا رب، وانا سعيد جدا باتصال حضرتك. الله يخليك يا شيف. شكرا لحضرتك. انت الصحه والسلامه. شكرا لحضرتك. انا طبعا كده الفراخ انا ايه خدتها زي صدمه كده، ماشي. منزل الخضار بتاعي انا طبعا دي انا قلت مش هحط لها اي توابل، لان الكاري بتاعها اصلا كله بيبقى متبل جاهز. يعني هو الكاري اللي احنا بنجيبه دوت بيبقى متبل جاهز، مش محتاج اي حاجه خالص. وانا كده هنا هنزل ليه بالنودلز بتاعي، مكرونه نون شايفين كده اهوت، طبعا من خلال مطبخ الصحة قناة الصحة وجمال بنقدم لكم الحاجات الجميلة ديت. وان شاء الله في حلقة ليا انا هتبقى كلها سي فود، بس هتبقى داخلها شوشي وداخلها شوربة سي فود زي ما استاذ صالح كده طلب، ويكون داخلها اسماك وحاجات كده. يعني ايه ممكن تكون شوشي والحاجات دي جديدة في قناة، بس انا هعملها لكم هنا ان شاء الله وهتعجبكم باذن الله. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام حبيب قلبي، منور الدنيا. ازيك يا شيف محمود، اخبارك ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله. ايه الحاجات الحلوه اللي انت عاملها يا شيف؟ الله يخليك، ده حلاوتك. وكويس كده ان انت بتتكلم عن اكل الصيني، وكويس الاكل الصيني والكوري للناس، ده كويس. وبرضه عرفني النهايات اللي هي بتفيد الجسم، وعايزين منك الاحسن بقى بالله ان شاء الله. الحاجات الجايه باذن الله يبقى في حاجات ثانيه غير كده، حاجات ممكن تكون جديده ان شاء الله. يعني بالنسبه للقنوات والحاجات دي هيبقى شوشي وشرب سفود وحاجات زي كده. الشوشي ده ممكن وليه منظم الحاجات اللي هي الاكلات بتاعتنا ديت اللي الفيش في برضه. شوف محمود انت هو من طن كده، ممكن الناس تحسبنا ان احنا بنشتم فيهم. لا لا لا، الاكل مفيد للصحه وكله يعتبر زي البلد بتاعنا زي ما احنا بنقول الحاجه اثنين كده للكبد. هي بتختلف في الاسماء. اه ان شاء الله ان شاء الله انا مالهم باذن الله الحلقه الجايه. حبيبي يا شيف، ربنا يحسن عملك كده يا رب، ومن احسن لاحسن بامر ان شاء الله. ربنا يخليك. برضه اعرفهم برضه ان الجراس نودلز برضه اللي احنا بنعملها في المكرونه بتاعتنا احنا اللي بنشتغل بيها غير دي خالص، في حاجه بتختلف. اه الجراس نودلز على فكره معايا منها. هي في مكرونه صيني يا جماعه، بص اللي هيشوفها هيقول عامله زي الازاز. اه كل المطابخ هي المكرونه دي كده، دي اسمها جلاس نودلز. المكرونه ديت تمام، المكرونه دي صيني، هي بتعمل بنفس الطريقه ديت، بس بتاخد هي الاول بتنزل في ميه سخنه وبعد كده بتفك. شكرا لك يا شيف محمود. وهي معموله من البطاطس على فكره، مش معموله من عجينه المكرونه ديت. وبتتاخد الاول في ميه سخنه، بتقعد نص ساعه في ميه سخنه وبعد كده بتطلع تعمل الخضار اللي انا عملته نفس المكرونه ديت كده، وبتشتغل عليها وبنفس الخضار. بتاخد بقى اللي انت عاوزه سي فود، وبتاخد سيا صوص، بتاخد زيت سمسم. بس هي كمكرونه وكتست عاليه جدا، والفايده بتاعتها جميله جدا ان هي معموله من البطاطس. ده اول حاجه، معموله من البطاطس والنشا، فتلاقيها عامله زي الازاز. فهي عشان كده اسمها جلاس نودل، لان هي شبه الازاز. بالنسبه عشان الشيف محمود بس سال عليها. انا كده ابص على الطاجن معايا جوه لسه شويه عليه. كده احنا خلصنا المكرونه يعتبر، وخلصنا الكاري خلاص اهوت، هبتدي دلوقتي اشتغل فيه واخلصه. وعملنا طاجن دارت هو في قلب الفرن اهوت. ده الكاري بتاعي. انا كده نزلت بالكاري، وادي بعد كده ميه. هو المفروض يفك في ميه الاول، بس انا الو 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 ايوه السلام عليكم استاذه حبيبه. عايزه اقول للشيخ
استاذ حبيبي انا معاك. شوف علاء معاك استاذ حبيبي معايا. الو ازي حضرتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عامل ايه يا سيف؟ طب ممكن حضرتك بس تودي التليفون زون شويه. الو الو شكرا لاتصال حضرتك. انا كده ده الكاري بتاعي، هو بيبقى فيه نسبه نشا فهو بيربط نشا معايا عشان هو فيه نسبه نشا في قلب الحاجه ديت، فانا بخف سنه ميه كده. هو بص ايه مع نفسه بيربط نفسه بنفسه. انا زي ما انا قلت دوت انا بتبلوش خالص ولا بحط له اي تتبيله لان هو متبل كله جاهز. كده انزل كده المجره بتاعتي. زي ما انتم شايفين دي كده بنزل بالمكرونه. ده كده المكرونة عندي اهيت، ده اول طبق انا خلصته. وبرضك تشيكن. الو الو يا سيف ازيك؟ الحمد لله يا استاذة حبيبة. ازي حضرتك؟ امال ايه الاكل اللي انت بتعملها دي؟ ايه؟ ايه الاكلة اللي انت بتعملها دي؟ دي فراخ. الو شكرا لحضرتك، شكرا لاتصال حضرتك. نشيل من الكادر. انا كده دلوقتي غرفت الاتنين اهمت. نبص على الطاجن بتاعنا. ده كده منظر الطاجن. انا بقى كده لسه معايا حاجه تانية بعملها زي الايه دي السلطه اللي قلت حضرتك عليها. الو الو حضرتك السلام استاذ سوزن. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك الله يخليك. ازيك وازاي اهل اسماعيليه كلهم؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ ازيك والله. الله يخليك يا رب. احلى اكله عملت بصراحه. ربنا يخليك يا استاذ سوزن. الله يخليك. حضرتك من اسماعيليه؟ الحمد لله تمام. تمام حضرتك من اسماعيليه صح؟ اه يعني جنبنا اهل اسماعيليه كلهم. الناس اهل كرم كلهم. ربنا يخليك. الله يخليك. الله ما شاء الله على حضرتك اللي انت عاملها. ربنا يخليك يا رب. بس يا ترى انتوا فعلا بتجربوها؟ اه ان شاء الله ما فيش مشاكل حاصل، بس انت الوصفه واحنا نعملها باذن الله. خلاص باذن الله. بس انتوا فعلا لو جربتوها الاكل ده بيبقى جميل جدا في البيت والله وسهل. دايما احنا بنجرب اكلك يعني وبنشرب اكلك. الله يخليك يا رب. ربنا يخليكي. يلا ربنا يسلمك. شكرا لحضرتك جدا. شكرا لاتصال حضرتك. دي كده السلطة اللي قلت لحضرتكوا عليها النهاردة. هي حاجة بسيطة جدا، بتاخد خل وبتاخد نسبة سكر بسيطة وبتاخد ملح. دي سلطة اسمها في الكوري بانشان اويل. اوكي دي كده في الكوري اسمها اويل بانشان. اويل دي بالكوري يعني خيار. اوكي النهاردة احنا كده قدمنا لكم يعتبر تشيكن نودلز، وقدمنا لكم تشيكن كاري يعني تشيكن نودلز يعني فراخ بالمكرونة بالخضار فيجيتابل، وفراخ كاري وطاجن جمبري بالبطاطس وسلطه الخيار. ده اللي كان معانا النهارده في الحلقه، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم ونالت اعجابكم. وان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله هنتكلم على السيفود وفوائد السيفود، وعمل لكم هنا الشرب وعمل لكم شوشي وحاجات زي كده باذن الله الحلقه الجايه. ويا رب تكون نالت اعجابكم. وشكرا لحضراتكم جدا، ويوم سعيد عليكم كلكم. وشكرا لفريق الاعداد والصحه والجمال
ويا رب القناه كلها بالحاجه اللي احنا بنعملها فيها تنلوا اعجابكم كلكم. شكرا جدا لحضرتك.